هو ده اللي يتقال عليه فعلا شهد مكرر، حاجة نظافة ولونه تحفة زي ما انت شايفينه. بصوا مية المخلل لو خدتي منها كوباية جنب الأكل، لو بتحبي مية المخلل تحفة. انت عارفة انت عاملاه ازاي، نظافة ولون وحاجة جمال على جمال كده. يلا عشان نعمل الوصفة دي نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ وصفتنا. بجيب كده كمية الليمون، ممكن احط نص كيلو او الكمية اللي عندي، ما فيش اي مشكلة. انا عندي كده 6 ليمونات، انا جبت ليمون بصراحة، بس هعمل بيه لكم حاجة تانية، وصفة تانية، فهحط 5 6 ليمونات بس. عاوزة العصير بتاعهم هستغله، فهعصرهم كده بالشكل ده، هقسمهم بالنص يعني، وهعصر الليمون. انا بحب الليمون في المخلل يكون مصاص كده، ما بحبوش يعني بصراحة يكون اللي هو ايه، الليمونة سليمة وجواها كده المية بتاعتها مية مية. لما بنعصره كده هنستغل العصير وهو هيبقى احلى كمان. فانا هعصر الليمون كده واخد منه العصير. شوية الليمون دول هحطهم على النار 5 دقايق بس، بشوية مية يغلوا بس كده علشان ينزلوا المرارة بتاعتهم شوية، وبعدين كمان هيزيدوا كمان ايه في السوا عشان ما ياخدوش وقت في المخلل وكده. ده كده عشان نعمل المخلل المشكل كده. شطة بقى حمرة على باردة، وهضربهم في الخلاط شوية كده قد ربع كيلو مثلا. هحط عليهم عصير الليمون، وهحط عليهم حوالي 1 إلا 1/4 كوباية من الخل. يبقى كده 1/4 كوباية من عصير الليمون و1/4 كوباية من الخل. حابين تضيفوا عصير الليمون عن كده يعني كتروه عن كده، هيكون احلى واحلى كمان، وخصوصا لو هتشربي من مية المخلل دي وبتحبيها. بعد كده الجزر هنضفه بالشكل ده يعني يدوب هكحته بس. والفلفل انا عشان الفلفل برضو الشطة ممكن نغزغزها بس كده، بس انا شايفة العنش بتاعها مش صاب، ما هوش صابح يعني، فعشان ما يعفنش المخلل هشيل العنش بس كده، يدوب هقطع العنش بس، وهي المية هتتخلخله من خلال الايه العنش. ونفس الحكاية بقى في اللفت، بجيب اللفت طبعا اللي هو ماهوش شايخ، اللفت اللي يكون حلو. بجيب ايه الكمية اللي انا عاوزة اضيفها، حوالي انا جبت حوالي 3 4 لفتات زي كده، وشوية من الفلفل. قرون الفلفل اللي احنا بنجيبها اللي هي الرفيعة، يا اما الفلفل الصغير خالص، انما الشطة الكبيرة دي مش هتبقى حلوة في المخلل. يعني ممكن لو هتجيبيها الشطة الكبيرة ممكن تقطعيها بقى حتت. والمخلل الخيار بقى كده بقطعه بالجنب كده علشان يدي شكل يعني، لو عندك بقى قطعة بتقطعي بيها بس، هو كده حلو زي الفل ومقطعاه بالجنب علشان يديله منظر بس كده. حطيت انا كيلو من المخلل الخيار، وكيلو من الجزر، وحوالي 1/2 كيلو من اللفت، ممكن نخليه كيلو، وربع كيلو كده من الشطة اللي هي الشتتة الخضرة دي. برضو الجزر كده هقطعه زي كده بالجنب برضو عشان يدي شكل يعني للجزر. كل حاجة طبعا غسلاها ومنضفاها كويس، وهعمل برضو فيها تكة كده في الآخر هتخليها معقمة ونضيفة وزي الفل. برضو كده بنيجي على اللفت وبنقطعه بالشكل ده بعد ما نكون مقشرينه. وكده حطينا الخيار والجزر وادي اللفت. نجيب بقى الشطة كمان اللي قطعناها، يا جماله يا جماله. حطيت قرنين حمر كده من الفلفل الاحمر عندي، هعمل لكم بيها ريست الشطة ان شاء الله وانزلها لكم. كده ادي الليمون بعد ما اديته غلوة كده على النار وطلعته بره يهدى يعني، ادي كده الليمون كمان اديناه غلوة علشان يبقى طري معانا. هقلب كل المكونات دي بتاعت اللفت كلها مع بعضها، اللي هي الخيار مع الجزر، كله هخلطهم مع بعض كده، وابدأ بقى ارصهم في البرطمان. البرطمان انا غسلاه كويس وبمية مغلية، انا غالية مية ومبرداها سايباها تبرد علشان هي اللي هنعمل بها المخلل. واديته بقى كده شطفة بالمية المغلية عشان يبقى متعقم وزي الفل. هرص بقى كل المخلل وفاض عندي شوية كده، هحطهم بقى في الكيس ونخللهم زي ما بيخللوه في المحلات. هنحاول بقى نحط هرس الشطة اللي احنا ضربناها بالليمون بالخل. وبعد كده بجيب مية، بنزل لكل كوباية مج، كله مج من المية، معلقة من الملح.
كل مج من بتاع الشاي معلقة من الملح، بقلبهم كويس كده وادوب الملح وببدأ اضيف المية بالشكل ده. تمام وزي الفل. متنسوش تقولولي بتتابعوني منين وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كده علشان يوصلكم منه كل جديد. كومنتكم بيفرق معايا، الكومنت اللي انت بتكتبيه بيفرق معايا جدا، فأتمنى يعني تشرفوني كده باللايك وبالكومنت. خلاص كده بقى انا ضفت كل المية، بهز البرطمان كده علشان لو في اي هوا يطلع بار على الوش كده، وبجيب بقى كيس زي كده، بجيب الكيس زي كده وبنزله لتحت شوية علشان لو في فراغ يعني هوا ولا اي حاجة ما يخليش المخلل يعفن معي. طبعا بفضل ارج فيه بقى كده علشان الهوا كله كل حاجة تندمج في بعضها، الشطة باللون بتاعه اللي انا حطاه اللي هي الشطيطة والكلام ده كله يندمج في بعضه. وادي الكمية الصغيرة اللي بقيت معانا حطناها في كيس من كياس التلاجة التخزين يعني، فهو نضيف برضو زي الفل وهناكله في الاول ان شاء الله. لما افتح على المخلل ده هعمل لكم فيديو تشوفوه.